شاركة ستعرف هذا النزال، سيعرف مشاركة مغربية عبر البطل المغربي عبد العالي جينا، بطل المغربي عبد العالي جينا سيكون في مواجهة الروسي أوغينشين إيروكي. عبد العالي جينا كل التوفيق للبطل المغربي في هذا النزال. عبد العالي جينا المصنف 35 عالميا، سمع ايضا لتشجيعات أبطال المغاربة من المدرجات بالنسبة للبطل عبد العالي جينا. سبق له المشاركة في عدة ملتقيات سواء وطنية أو دولية. عبد العالي جينا يلعب بالحزام الأزرق في مواجهة الروسي. استمع للتشجيعات القادمة من المدرجات بالنسبة لجينا عبد العالي. جانب الأبطال المغاربة المشاركين أيضا في بريمير ليج موسكو، الروسي أوغينسيان مصنف 64 عالميا، أرقام في صالح البطل المغربي جينا عبد العالي. تشجيعات دائما متواصلة لجينا عبد العالي. مستوى هذا الوزن التركي إيراي صمدان يحتل الصدارة المركز الأول ترتيب العالمي. أيضا تواجد بطل المغربي أسامة إداري في المركز 14 عالميا، البطل جينا عبد العالي في المركز 35 عالميا، أيضا عبد السلام مكناسي مركز 36 عالميا. كل التوفيق للبطل المغربي جينا عبد العالي. زال عنا أجل تحديد صاحب الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كيلوغرام. تونيوكو للروسي فعل بالفعل يوكو للروسي. متابع ردة الفعل من جينا. عبد العالي يبحث عن اليوكو، يبحث عن التعادل، يبحث عن العودة في المباراة. استمع للتشجيعات القادمة من المدرجات لجينا. أمام دقيقة تقريبا أجل العودة في النتيجة. سيكون هناك انذار للروسي بسبب اللعب السلبي. انذار يوجه لجينا عبد العالي بسبب الاحتجاج ربما في اللقطة الماضية. المطالبة بالعودة للفيديو من جانب مدرب البطل المغربي منتخب الوطني المغربي للكاراتي. جينا عبد العالي نتمنى ان تحمل الفيديو يوكو بين طياتها ولا يوجد اي نقطة في اللقطة الماضية. زال في الوقت بقية 58 ثانية.
الآن تفوق الروسي بيوكو دون رد أو يوكو إضافية تعطين دون رد بالنسبة للروسي على حساب البطل المغربي جينا عبد العالي أم 34 ثانية بإمكانه قلب النتيجة في أي لحظة المدرب نستمع يقول له بأن هناك متسع من الوقت أجل العودة في النتيجة لا شيء حسم حتى الآن دار وجه للاعب الروسي بسبب اللاعب السلبي انذار ثاني هنا يجب البحث عن الإيبون والوزري طن كان فيها يوكو في اللقطة الماضية لجينا من دار وجه لجينا من دار الثالث ثانية واحدة من دار وجه للاعب الروسي من دار الرابع أو الثالث عفوا ونهاية المباراة نهاية المباراة بفوز الروسي يوريك على البطل المغربي جينا عبد العالي في وزن أقل من 60 كيلوغرام رجال تن البطل الروسي يوريك أوغانيسيان ينتصر على البطل المغربي جينا عبد العالي بنقطتين دون رد وبالتالي يفوز البطل الروسي بالميدالية البرونزية تابع أهم لحظات هذا النزال نزال وزن أقل من 60 كيلوغرام